منكم من الاثنين قلبي في العلوم الاولين والاخرين اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى ال البيت الطيبين الاطهار والصحابه الكرام التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه ان الله على كل شيء عليم. وبعد الحكم 54 فقد وقفنا في شرح العقيده الوسطى عند قول الامام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه الله تعالى احياء وامواتا عند قوله لان تعلم اولا ان الحكم العقلي منحصر في ثلاثه اقسام الوجوب والاستحاله والجواز وعلى هذه الثلاثه مدار علم الكلام. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه كالتحيز مثلا للجرم، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده كعرو الجرم مثلا على الحركه والسكون، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه فموت الواحد منا اليوم أو غدا. الحكم مفرد، أحكام، أحكام هذه هي الجمع، والمفرد الجمع أحكام. بفتح الهمزة. وحقيقة الحكم على الإطلاق، ما معنى على الإطلاق؟ يعني دون أن نقيد بأنه شرعي أو عقلي أو عادي، يعني الحكم مطلق، معنى الحكم أي حكم. والأحكام منحصرة في هذه الثلاثة العقلي والشرعي والعادي. هل عندكم قسم رابع؟ والحكم مصدر، حكم يحكم حكما، مصدر، عارف المصدر؟ هو أصل للمشتقات المصدر على رأي، يستدعي طالما في حكم، فهذا يستدعي حاكما ومحكوما به ومحكوما عليه ونسبة حكمية. أي حكم عاوز الإيه؟ عاوز هذه الأربعة، حاكم محكوم به محكوم عليه النسبة لحكمه. يعني مثلا الصلاة واجبة، أول شيء الحاكم مين؟ الشرع. محكوم به هو الوجوب، محكوم عليه ذات الصلاة. النسبة الحكمية اللي هي نسبة الوجوب أو العلاقة بين الوجوب وبين الصلاة، فقس على هذا الحكم العقلي والحكم الشرعي أو الحكم العادي. ولذلك يقول والحاكم بذلك، يعني بذلك الحكم، إما الشرع أو العادة أو العقل. ولهذا انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام، شرعي وعادي وعقلي. خلاص كده، يعني أي حكم نحكم به يا إما يكون شرعي، يعني الذي حكم أو دليل وجوب الصلاة يوجد في الشرع، مثلا النار محرقة، هذا الدليل، يعني دليل إحراق النار أو الحكم بأنها محرقة هذا في العادة، فلذلك قال الحكم عادي. حدوث العالم له حكم عقلي، فلأجل هذا
لا يخرج عن الثلاثة حكم. المنحكم إما يكون الحكم شرعي يعني مستند الشرع أو عقلي أو عادي، الحكم العادي مستند التجربة العادة، والحكم الشرعي مستند الشرع، والحكم العقلي لا يستند إلى شيء، يعني لأنه يفهم بمجرد العقل، خلاص؟ فالحكم إما مستند أو غير مستند، والذي هو مستند إما إلى الشرع وإما إلى العادة، وغير المستند هو الحكم العقلي، خلاص؟ والحاكم بذلك إما الشرع أو العادة أو العقل، خلاص. يعني الحكم المثال الحكم الشرعي، الصلاة واجبة، الزنا حرام، السرقة حرام، الكذب حرام، كل دي أحكام شرعية، الربا، قطع الطريق، النار محرقة، الثوب ساتر، الطعام مشبع، السكين تقطع، إلى غير ذلك. هذه أحكام عادية، خلاص. والأحكام العقلية مثلا الواحد نصف الاثنين، الجزء أكبر، الجزء أقل، أصغر من من الكل، إلى غير ذلك. فهل هناك أحكام نصفة بأنها لا شرعية ولا عقلية ولا عادية؟ فيه؟ مفيش. أفضع قال لي حكم الفاعل، أقول له مرفوع، يقول طب ده لا حكم شرعي، مش حكم شرعي، فاعل مرفوع والمفعول منصوب، مش كده؟ والمضاف إليه مجهول. فأحكام اللغة دي مصدرها إيه؟ الشرع. لو كانت أحكام شرعية لكان الذي يخطئ في النحو يكفر مثلا، يكفر النحو، مش كده؟ والله تعالى يحاسبنا على اللحن، عن الخطأ في العمل، ولا يحاسبنا على الخطأ في الأقوال، وإلا لدخل معظم العوام والجهل والمهندسين وأهل الكيمياء والزراعة والطب كله حيدخل النار، إلا مين؟ من حفظ ألفية ابن مالك، جل حجة أهل الجنة. يبقى أحكام اللغة عادية يعني لأنها ليست عقلية وليست شرعية. طب أحكام الطب لما يقول لك الدواء ده مسهل أو الحبوب دي تسكن أو هذا مثلا يمنع الحمل أو هذا يزيل كذا أو يعالي، أحكام الطب أيضا أحكام عادية، خلاص. يبقى ما فيش عندنا غير الثلاثة دول، يا عقلي ها شرعي عادي. بس في ناس تخطئ وتجهل التفرقة بين الأحكام العقلية وبين الأحكام العادية، إيه الفرق يا شيخ؟ ها؟ كله عندك عادي؟ ما الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي؟ ها؟ ما هو العقل بيتكرر، لو قلنا مليون مرة الواحد نصف الاثنين يبقى هو نصف، إيه مش هو حكاية التكرر؟ في الحكم العقلي فيه تلازم لا يقبل الانفكاك ابدا، اما الحكم العادي قد يتخلف قد ينفك. فلما احكم على انه الكل اكبر من الجزء او الجزء لا يتخلف ابدا، او الواحد نصف الاثنين او الثلاثه فرد او الاربعه زوج، هذه احكام ثابته فيها تلازم لا يمكن تتخلف، ولو حتى دخل اهل النار الجنه واهل الجنه برضو مش حيتغير قوانين الأحكام العقلية زي ما هي، وإلا لو تغير لانقلبت حقائق الأشياء. إنما الحكم العادي قد يتخلف، النار تحرق ممكن لا تحرق، زي ما ألقي سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار ولم يحترق، فهذا حكم عادي لأنه قد يتخلف. وذلك المعجزات ربنا سبحانه وتعالى أيد بها الأنبياء كانت تخرق العادة ولا تخرق العقل،
يعني ممكن يجي لك نبي أو رسول يقول لك سبعة في سبعة بخمسين، أبد، 49، ولو حتى جاء ألف رسول قال لي إياه سبعة في سبعة، يقول لك ده أنا حأقلب العصا ثعبان، قل له ولو انقلبت الدنيا ثعابين برضه هي جدول الضرب ما يتغيرش. ليه؟ لأنه الحساب والهندسة دي حاجات عقلية، مفهوم؟ يبقى اللي هو يمكن يتخلف أهدي العلامة أو الفرق بين الأحكام العقلية وبين الأحكام العادية، يعني العقلية 2 و2 4 مش 5 أبدا، 3 فرد ما تبقاش زوج، والأربعة زوج لا تكون، ده عق عقلي ده، طالما هو ثابت. يعني ممكن تروح للمدينة المنورة تجي جبل أحد خلاص راح مصر، ممكن، لأنه ده إيه؟ أمر عادي مش أمر عقلي. إنما لا يمكن يتغير الحكم العقلي. واضح ولا مش واضح؟ خلاص؟ وهذا هو الفرق بين الحكم العقلي، إنه علامته إنه في تلازم بين شيء لا يقبل الانفكاك. أما الحكم العقلي قد ينفك، خلاص؟ يعني قد لا يكون هناك تلازم، يعني يوجد أحدهما بدون الآخر. يعني مثلا توجد النطفة في الرحم ولا يوجد الجنين، الشرط. وقد يوجد الجنين من غير النطفة كما حصل مع مين سيدنا عيسى. فهذه إيه؟ تسمى إيه؟ أحكام إيه؟ عادية، لأنها تتغير وتتخلف. لما نحكم بأن الشمس بتطلع من إيه؟ من الشريك، هذا حكم عقلي عادي مش عقلي ده. أما لو كان عقليا لا يتغير أبدا. كونه يجي من علامات الساعة أن تطلع الشمس من مغربها، يبقى معناه فهمنا كده أن طلوع الشمس بحسب العادة. فلازم تفرق بين الحكم العقلي وبين الحكم العادي. علامة التفريق هي أنه في العقلي لا يجوز الانفكاك، لا يجوز التخلف، أما في العادي يجوز ولو لم يحصل، إنما العقل هي يجوزه. يلا يا شو عم، اللي مش فاهم حاجة يسأل فيها. فالشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. يبقى الحكم ينقسم إلى 3 أقسام، شرعي وعادي وعقلي، ما فيش 4. يعني لو حتى استظهرت في الثقلين الإنس والجن حتجد الأحكام منذ خلق الله السماوات والأرض 3، زي الشهور الحرم 4، تقدر تخليهم 5؟ الآن أنت لغيتها كلها، ما فيش عندك كل الشهور 1. فالشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال. الآن حيتكلم عن الشرعي. طب ليه يتكلم عن الشرعي مع أنه العقل أقوى؟ أصل الشرعي ممكن في أحكام تنسخ، وفي شريعة تختلف عن شريعة. يعني الشرعي زي العادي ممكن إيه؟ يقبل التغير، صح ولا؟ يعني ما ليه معنى النسخ في الشرائع والتبديل والتغيير إلى آخره؟ إنما الحكم العقلي ما يتغيرش. طيب يبقى هنا ليه قدم الشرعي على العقل مع أن العقل أقوى؟ يبقى قدم الشرعي على العقل لشرفه، خلاص، لشرفه تشريفا وتكريما واحتراما للشرع. فالشرعي إيه هو تعريفه؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. يبقى الحكم الشرعي تعريفه كده عشان تحفظه، احفظ التعريفات، تعريف ده لازم تحفظه، لأنه ما ينفعش تألف فيه، لا ينفع اختراع تعريف. التعريف ثابتة. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، أو ده الحكم الشرعي. أول حاجة قال بالطلب، يعني الحكم يتعلق بفعل المكلف، يا إما هذا التعلق يكون طلب الفعل أو إباحة الفعل أو الوضع لهما، يعني للطلب والإيه؟ والإباحة. ولذلك في أحكام تكليفية اللي فيها الطلب وفيها الإباحة، في أحكام وضعية التي لا تكليف فيها،
وإنما هي أمارات وعلامات نصبها الشارع على الأحكام التكليفية. ولذلك يبقى الحكم الشرعي كام؟ كام؟ ثلاثة. حرام عليك، الشرعي سبعة. كام؟ سبعة. سبعة. حكم الشرعي عشرة، خمسة تكليفية وخمسة وضعية. يبقى الأحكام التكليفية اللي هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة، ده اسمه التكليفية. بعدين حيجي الايه؟ الوضعية، حيجي السبب والشرط والمانع وكذا، الصحيح والفاسد. ويدخل في الطلب أربعة أشياء. يبقى الطلب حيدخل فيه أربعة. ليه طيب أربعة؟ ما ينفعوش اثنين؟ قال لك ما هو الطلب يا إما جازم يا إما غير جازم. الجازم يعني على جهة الجزم، يبقى هو ده إيه؟ وما كان جازما، إما يبقى طلب فعل يا طلب ترك أو كف. يبقى الطلب فيه اثنين جازم واثنين غير جازم، يبقى كام؟ أربعة. وما هو الجازم؟ الإيجاب والتحريم. وما هو غير الجازم؟ الندب والكراهة. أما الإباحة فهي التخيير بين الفعل والترك، ولا طلب في المباح، مفهوش طلب. طيب كيف دخل في أقسام الطلب؟ مش كده؟ هو ما دخلش بالطلب أو الإباحة، يعني هو حاجة تاني معطوف. ولو أردنا أن ندخله مش في الطلب، حيدخل في التكليف. يعني عاوز أسأل كيف يكون المباح من حكما تكليفيا؟ ما هو قال لك التكليف هي طلب فعل أو طلب ترك، وكلاهما جازم أو غير جازم. إذن الإباحة لا تدخل في التكليف، لأن المباح لا تكليف فيه. قالوا هذا بالتغليب، دخل تغليبا. يلا. ويدخل في الطلب أربعة أشياء: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. فالإيجاب طلب الفعل طلبا جازما. طلب الفعل طلب جازما يسمى إيجاب. يعني إيه المطلوب مننا على سبيل الإيه؟ ها؟ قول على سبيل الإيه؟ الجزم. يعني طلب كده مفهوش إيه؟ يعني سعة، يعني لازم تفعله، اللي هو الفرض مثلا. يبقى هنا زي إيه؟ كالإيمان بالله ورسوله. يعني إحنا مأمورين بالإيمان كده على جهة الطلب الجازم، وكذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقواعد الإسلام الخمس: التوحيد والصلاة والصيام والزكاة، كله ده طلب إيه؟ ها؟ على جهة الجزم. والندب طلب الفعل طلبا غير جازم. الندب طلب الفعل طلب غير جازم، زي صلاة الفجر، يعني ركعتين الفجر مش الصبح مش الفرض، في ركعتين سنة، دول مطلوبين ولا مش مطلوبين؟ لكن لا على جهة الوجوب، ده سنة مؤكدة خلاص، يعني على جهة الندب ونحوها، يعني زي الضحى، زي أربع ركعات قبل الظهر، زي ركعتين بعد المغرب، هكذا. والتحريم طلب الكف عن الفعل طلبا جازما، كشرب الخمر والزنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر ونهى عن الزنا، وطلب منا ذلك طلبا جازما. خلاص؟ طلب، بس هنا مش طلب فعل، طلب كف. خلاص؟ ايه الفرق بين الكف وبين الترك؟ مفيش فرق؟ الترك ليس فيها. ها؟ يعني ممكن انا مثلا اترك الايه؟ الزنا او شرب الخمر، وهذا الترك ممكن لاني لا اعرفه، يعني لم يتعلق، انما الكف يبقى معناها في اقبال، فيكف فيمنع نفسه. الكف يعني كانه عنده ايه؟ اراده للفعل، فيكف. ينظر الى الذين قيل لهم كفوا اذا كادوا يشرعوا، كف امنع. انما الثاني لم يفكر اصلا في الفعل، فتارك الشيء لا يقال كف عنه. صحيح النتيجه واحده اللي هي عدم الفعل،
لكن هذا بيترتب على انه كان عنده نية عنده ارادة، انما الثاني ما عندوش. يعني واحد مثلا يكون بيشرب خمر ثم يمتنع، او يهم بشربها ثم هذا يقال له كفة، انما واحد لا يعرف الخمر ولم يسمع بها، فهل يقال له لهذا كف عن الشرب؟ وما لو عرف لشرب الخمور كلها ولا بيعرف. والكراهة طلب الكف طلبا غير جازم. الكراهة طلب كف، بس الفرق بين الكراهة والتحريم انه الاول فيه جزم والثاني ما فيهوش ايه جزم. زي ايه الكراهة؟ كقراءة القرآن في الركوع. طبعا الركوع ما تقرأش في القرآن تسبح الله تعالى فيه. ولماذا تكره القراءة في الركوع؟ لأنه القرآن كتاب عزيز، يعني نقرأه قياما كده وإحنا واقفين كده احتراما، ولا نقرأه في السجود ولا نقرأه في إيه؟ في الركوع. هذا من باب إيه؟ التعظيم لكتاب الله. ولذلك كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله بيحكي انه راح باكستان او مش عارف بلد ايه، فيقرا القران، فاول ما يقول اعوذ بالله يقف الناس كلهم ملايين الاف، يقف يسمع القران واقف، لا يجلس الا اذا قال صدق الله عليه. فده ايه؟ احترام ومزيد احترام للقران الكريم. فالقران يقرا في القيام، لا يقرأ في الركوع ولا في السجود. يعني إذا كان مكروه في الركوع يبقى في السجود من باب أولى. ولذلك ما تحطش المصحف على الأرض، أصله مفروشة مكت وسجادة ولو كانت ذهبا، لأنك تمشي عليها في قدمك، فلا تضع المصحف في الأرض. ولذلك معظم الناس لا يفتح عليهم في الامتحانات ويرسبون بسبب عدم احترام القرآن. فلا تضع المصحف على الأرض أبدا ولو كانت ذهبا، لازم تضعه في مكان ايه؟ عالي كده، اعلى شيء مكانه، ما تحطوش لما تنام لا تمد رجلك ناحية الايه؟ المصحف. كان الرجل ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه وخلاه يحكم العالم الاسلامي كله، عثمان ده اللي هو ابن ارطغرل اللي هو مؤسس الدولة العثمانية، كان جندي، كان رجل عادي في الجيش عسكري. فذهب إلى يعني رجل في بلدة استضافه، نزل عليه في بيته فأدخله الغرفة لينام فيها، يعني مكان الضيافة. فوجد إيه؟ مصحفا. لما يجي ينام يجد رجليه ناحية إيه؟ المصحف. فلم يستطع إيه؟ النوم، وظل واقفا كده زي المصلي كده، واقف كده باحترام وإجلال كده أمام المصحف أمام كتاب الله، واقف كده في خشوع حتى الصباح، الليل كله واقف. حتى جاء صاحب البيت وبعدين قلوا لماذا لم تنم؟ قال كيف أنام وأمد رجلي نحو كتاب الله؟ قال لما لم تنقله من مكانه؟ قال لا يحل لي أن أتصرف في شيء بغير إذن صاحب المنزل. فأورثه الله تعالى ملك العالم الإسلامي. أنت ما تعرفش ما هو السر أن الله تعالى أوصل هؤلاء إلى الحكم أو إلى مكانة عالية، في أسرار لا تعرفها. فلا تعترض، تقول لماذا ولاه الله تعالى ولم يولي غيره؟ الله تعالى يؤتي ملكه من يشاء. قل اللهم مالك الملك. وهناك أسرار في العباد لا يعلمها إلا الله، فما حدش عارف الحكمة فين. فلا تعترض، ليس الملك ملكك ولا ملك أبائك، تمام، سيب الأمور يصرفها الله تعالى كيف يشاء. وأما الإباحة فهي التخير بين الفعل والترك من غير ترجيح لأهلهما على الآخر. المباح يعني أنت مخير أن تفعله وأن لا تفعله، مباح، ما فيش ترجيح لأحدهما على الآخر. خلاص كده زي النكاح، النكاح ده مباح، عاوز تتزوج مباح، عاوز لا تتزوج مباح. البيع معاك الموبايل ده، عاوز تبيع 5 جنيه مباح،
عاوز تشتري بعشرة يبقى أنت حر تبيع أو لا تبيع وما أشبه ذلك. لكن ممكن خد بالك النكاح هو في أصله مباح يعني ليس واجبا وليس مندوبا وليس حراما وليس مكروها، ولكن قد يعرض له ما يجعله واجب. لو الإنسان يعني تيقن أنه يقع في الحرام بين يجب عليه أن يعف نفسه، قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وقد يعرض له ما يجعله مكروها، إذا خاف الإنسان أنه لا يعدل يبقى مكروه، أما إذا تيقن من عدم العدل يبقى حرام. يبقى النكاح هو إيه؟ مباح زي البيع والشراء، لكن ممكن تكون يكون الوجوب عارضا أو الإيه؟ أو التحريم أو الكراهة أو الند إلى غير ذلك. واضح؟ وكذلك البيع، البيع هو في أصله جائز يعني مباح، إنما ممكن البيع يبقى من الكبائر. تروح تبيع مسجد ينفع؟ تبيع مثلا إنسان حر هنا حرام، تقول ده البيع حلال؟ أي ألف. فيمكن يكون البيع حرام. إذا بعت ما لا تملك، يعني بكتابي أنا تبيع أنت ليه؟ وأما الوضع لا عارف. العز بن عبد السلام ده لقب بإيه؟ بأنه سلطان العلماء. ليه؟ باع الملوك. في حد يقدر يبيع ملك؟ إذا كنت ما تقدرش تبيع زميلك، باع الأمراء السلاطين. قال لهم لا تحل لكم، انهم كانوا مماليك يعني اصلا رقيق، وقعدوا يتدربوا في الفروسيه والعسكريه والقتال، وكان ساعتها الحكام خيبانين فاخذوا الحكم. هم اصلا عبيد مماليك رقيق، لكن كان عندهم قوه في القتال وكذا، فاللي يملك الحرب والقتال خلاص ملكوا الايه البلاد وصاروا ايه امراء، لكن في الاصل كانوا ايه رقيق. فقال لهم ليس لكم في أعناقنا بيعة، لأنه أصلا يحرم أصلا أن احنا إيه نصلي خلفكم أو مثلا نطيع أوامركم، أنتم مماليك لينا، أنت ملكي، أتصرف فيك زي ما أتصرف في بهيمة أبيح يعني حاجة كده يعني سلعة مملوك، مع احترامنا طبعا للآدمية، لكن أنت الأصل إيه رقيق. فقال طب نعمل إيه؟ قال لازم تتباعوا، نعمل مزاد علني كده ونبيعكم، وبعد كده نعتقكم لوجه الله. اللي حيشتريك مثلا يعتقك، يبقى أصبحت أنت كده حر خلاص نبايعك. هل رأيتم في الدنيا كلها، عشان يقول لك الإسلام والحضارة الإسلامية والتعصب في أمة في الدنيا كلها، أمريكا أوروبا جعلت من العبيد حكام، حصل هذا في أي تاريخ في العالم أن يجعلوا من السوق والرقيق حكاما لهم؟ يعني قبلوا بحكم الإيه الرقيق، وسموا حتى سمي هذا العهد عهد المماليك، وعملوا فتوحات لهم يعني، ولكن في الآخر طلعوا إيه خانوا بعض وقتلوا، وربنا قضى عليهم قضاء مبرما. لكن واحد منهم كان قائد جيش، فقال يعني أنا هتبيعني بكام يعني لو حبيت تبيعني؟ تبيعني بكام؟ مثلا بيعطيني 1000، قال انا ادفع 50 اديك 100 وما تبيعنيش. قالوا لا يجوز لك ان تشتري نفسك، لازم حد غيرك يشتري. راح قال له انا تملك كذا. قال لا يجوز لك ان تقوم نفسك، اللي هيشتري هو اللي يحكم قيمتك انت. فباع واحد كان عادي ب5000، والأمير ده القائد الجيش اتباع ب1000. ليه؟ قال له أنت لسانك يعني عبد سوء، لسانك طويل ومش مؤدب، فقيمتك نزلت. المهم فعل فيهم يعني الأعاجيب، وهو رجل عادي عالم ملوش صلبة، إن الأكابر يتحكمون على الورى وعلى الأكابر يتحكم العلماء. لما كانت منزلة العلماء كبيرة كانوا يتحكمون في الملوك. حدث ما قالوا له من الذي يبيع؟ مين اللي هيبيع؟ ده احنا الامراء. قال انا اللي هبيع.
قالوا فمن يقبض الثمن؟ قال أنا. قالوا ففيما تنفقه؟ قال في مصالح المسلمين، أبني جوامع، أجيب كتب علم، أعمل أروقة أزهرية، أوزع على، أنفقه في المصالح. ورجل لم يكن يريد الدنيا وهم يعلمون صدقه. ولذلك لما حصل بين نجم الدين أيوب وبينه مشكلة، فقرر العز بن عبد السلام يترك القاهرة يمشي يسيب مصر. فلما خرج لسه لم يصل إلى المطرية، كانت آخر حاجة في القاهرة دي المطرية، آخر شيء كانش لا فيه عين شمس، الأماكن دي ما كانش موجودة الحديثة. فخرجت مصر كلها ورا، راح فين؟ حنسيب البلد نمشي. فراحوا الناس أرادوا أن يتوسطوا له، يعني يقولوا له إيه، ترجع إلى السلطان ونخليه يعفو عنك ويسامحك، بس تقبل إيه يده. قال والله ما أرضى أن يقبل هو يدي، ده لو هو قبل يدي أنا مش هرجع، مش أنا اللي أقبل يده. فخرج السلطان بنفسه حتى رجع. هذه كانت عزة الإيه العلماء. وأما الوضع لهما يعني للطلب والإباحة فهو عبارة عن نصب الشرع. عرفنا الأحكام التكلفية كام؟ خمسة، أربعة فيها طلب، واحد ما فيهوش طلب اللي هو الإباحة، ودخل في التكليف إيه تغليبا. بعد كده إيه الوضع؟ الوضع يعني نصب الشرع أمارة على واحد من الخمسة، الخمسة اللي هم إيه؟ الإياب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. فكل واحدة لها علامة، هذه العلامة اسمها إيه؟ الحكم الوضعي، لأن الوضع لا تكليف فيه، مجرد أمارات وعلامات. نصب الشرع أمارة على حكم من تلك الأحكام الخمسة، يعني ينصب الشرع، يعني يجعل للوجوب سببا، ويجعل له شرط، ويجعل له مانع. يعني مثلا الصلاة واجبة، ده حكم إيه ده؟ حكم تكليفي. فيجعل الله للوجوب سببا، ايه سبب وجوب الصلاة؟ دخول الوقت. ويجعل له شرط، ايه الشرط؟ الطهارة. ويجعل له مانع، ايه المانع؟ الحيض مثلا. يبقى اصبح دي احكام وضعية، لانها عبارة عن امارات وعلامات على الاحكام التكليفية. خلاص؟ فالسبب، طب يعني ربنا يجعل لكل واحد سبب وشرط ومانع. ايه السبب في اللغة؟ السبب في اللغة يعني الحبل، وعليه قوله تعالى من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. سبب يعني حبل. خلاص؟ وذلك في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله، حبله يعني بسببه. خلاص؟ واصطلاحا احنا يهمنا التعريف الاصطلاحي، السبب وفيها تعريف السبب، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ده ايه ده؟ تعريف السبب، يلزم من وجوده الوجود، يعني في وقت الصلاة بوجود يبقى هنا ايه؟ ها؟ وجود الصلاة، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه لم يأتي وقت الظهر، يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة الظهر، الساعة 10 الصبح يقول صلاة الظهر ما فيش، فين السبب؟ يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه، هذا هو السبب. لذلك حنفهم ما معنى كلمة لذلك. أما الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طب والمانع؟ يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. اشرح يا الله. والشرط لغة العلامة، يعني كلمة الشرط علامة. عرفنا ايه معنى السبب؟ ها؟ يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني مثلا زوال الشمس، أول ما تزول الشمس كده يبقى دخل وقت الظهر. فأول ما يوجد هذه العلامة، يعني تزول الشمس يبقى معناها وجب الظهر.
فيلزم من زوال الشمس وجوب صلاة الظهر، ويلزم من عدمه عدم صلاة الظهر. خلاص إيه؟ لذاته، يعني لذات السبب، يعني لا يلزم هذا لشيء آخر، فقد يكون مثلا يدخل الوقت ولا تجب الصلاة لأنه إيه؟ في وجود مانع، امرأة حائض وزالت الشمس وأذن الظهر وأقيمت الصلاة ولا على بال، في مانع اللي هو إيه؟ عدم الطهارة الحيض. والشرط لغة العلامة، وعليه قوله تعالى فقد جاء أشراطها، أشراطها يعني علامات الساعة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني لو ما فيش طهارة ما فيش صلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طب أنا طهارة متوضي، هل يلزم من وجود الطهارة؟ لكن يلزم من عدمها العدم، فالشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كتمام الحول لوجوب الزكاة. يعني الزكاة لها سبب ولها شرط. ما سببها؟ بلوغ المال النصاب. طب ما شرطها؟ أن يحول الحول. يعني واحد معاه مليار، فين الزكاة؟ يا بني آدم ده لسه المليار ليه شهر واحد، لازم يكمل سنة ما حالش الحول. يبقى أول حاجة إيه؟ بلوغ المال للنصاب، وبعدين أن يحول الإيه؟ الحول. والمانع لغة الحد، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض لوجوب الصلاة. يعني يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، يلزم من وجوده الإيه؟ العدم، لكن لا يلزم من عدمه، ما فيش حيض لا ليس بلازم أن تكون هناك صلاة، لأنه لها إيه؟ شروط ولها أسباب. هذا وقد تقدم أن الحكم مصدر يستدعي حاكما ومحكوما به ومحكوما عليه ونسبة حكمية. يبقى لازم كل حكم كده في حاكم ومحكوم به ومحكوم عليه ونسبة حكمية، من غير كده ما يبقاش حكم. والحاكم بذلك إما الشرع أو العادة أو العقل، وقد تقدم ذلك. والمحكوم به هو الوصف مطلقا، والمحكوم عليه هو الذات مطلقا، والنسبة الحكمية هي الارتباط ما بين المحكوم به والمحكوم عليه. يعني لازم يبقى في ارتباط بين المحكوم به اللي هو الوجوب والمحكوم عليه اللي هو الصلاة. لو ما فيش ارتباط، لو ما فيش نسبة ما ينفعش، لابد من وجود الايه؟ الرب. مثاله في الشرع الصلاة واجبة. قس على هذا المثال، الصلاة واجبة، الحاكم الشرع المحكوم به الوصف وهو الوجوب، والمحكوم عليه ذات الصلاة، والنسبة الحكمية هي الارتباط بين المحكوم به وهو الوجوب والمحكوم عليه وهو ذات الصلاة. ومثاله في العادة النار محرقة، فالحاكم العادة والمحكوم به وهو الوصف وهو الإحراق أو الحرارة، والمحكوم عليه ذات النار محرقة، والنسبة الارتباط. والمثال في العقل العالم حادث، فالحاكم العقل والمحكوم به الوصف اللي هو الحدوث، والمحكوم عليه ذات العالم، العالم حادث، والنسبة الارتباط بين الحدوث وبين العالم، فاعرفه. خلاص كده ده كله معروف وسهل. وأما الحكم العادي فتحقيقه إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا أو عدما. شوف إثبات الربط بين أمرين، أمر وأمر، إما وجود يا عدم، وجود ووجود، وجود وعدم، عدم وجود، خلاص أربعة. خلاص كده بواسطة التكرر، يعني لا نعرف الحكم العادي إلا بالتكرر مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. وينقسم إلى أربعة أقسام، هذه هي أقسام الحكم العادي. حنربط وجود بوجود، وحنربط عدم بعدم، وحنربط عدم بوجود، وحنربط وجود بعدم. سهلة جدا،
وجود بوجود كرب بوجود الشبع بوجود الأكل. يعني الشبع موجود لأن الأكل موجود. وربط عدم بعدم. عدم الشبع بعدم الأكل. ما فيش أكل ما فيش شبع. وربط عدم بوجود كربط عدم الجوع بوجود الأكل. وربط وجود بعدم كربط وجود الجوع بعدم الأكل. سهل ولا صعبة؟ فمن أراد استيفاء هذه المباحث والمطالب وما فيها من التدقيق والفوائد، حتى إن مطلق الحكم الذي تقدم قسمته إلى 85 قسما، فلينظر في شرحنا على ذات البراهين فإن فيه عجب العجاب. ذات البراهين الكتاب اللي سماه أم البراهين اللي هو السنوسية الصغرى، خلاص هنا بيسميه ذات البراهين، خلاص. والشارح تعرض لذكر الأقسام الخمسة والثمانين في شرحه على المقدمات السنوسية اللي هو الشيخ السرقسطي. المقدمات اللي احنا أظن قرأناها قبل كده، مشينا تمت قراءة المقدمات وختمناها، موجودة في الأقسام الخمسة والثمانين والجدول موجود. كاد ألا يوجد مجموعا في كتاب، والله الموافق للصواب. يعني فعلا أنا ما رأيت هذه الأقسام، لأن هو الحكم واحد تفرع إلى 85 قسما. طبعا أنت عارف طبعا الحكم، شوف كده، في ثلاثة شرعي وعادي وعقلي، مش كده؟ كل واحد في الثلاثة في ثمانية، يعني في إيه؟ تصور تصديق، ضروري نظري، ذاتي عرضي، إثباتي نفي. هم ثمانية في كل واحد، ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين. نجي بعد كيف العادي، نجد فيه إيه؟ خمسة، ونجد في الحب الشرعي نجده يصل إلى مثلا 15. يعني مجموع الأقسام كلها في جدول في كتاب اللي احنا طبعناه وشرحناه هنا، اللي هو اسمه المقدمات، تجدها 85 قسم، ولا تجدها في كتاب غير هذا. والله الموافق للصواب، والأعمال بالنيات، وأما بنعمة ربك فحدث، والتحدث بالنعم شكر. يعني هو ما بيقولش كده بيفتخر ولا بيعجب ولا بيغتر، يقول لك يعني نيتي خير، وهي أنا بحدث بنعمة الله والتحدث بالنعم شكر. لكن هذا أي واحد يعني يحب يفتخر ويغتر ويعجب، فإذا يعني قيل له يقول هذا تحدث بنعمة الله، فالله أعلم بالنوايا. يعني ممكن أنت تقول لي أنك تتحدث بنعمة الله والنية تختلف، فلا تكذب فتبقى مصيبة كبيرة. فإن لم تكن يعني واثقا من نفسك أنك تشكر النعمة وتتحدث بنعمة الله، إذن أنت في هذه الحالة فتجمع يعني ذنبا إلى ذنب. والعقل، والعقلي أي المنسوب إلى العقل خرج به الشرعي والعادي، فإنهما غير مقصودين بالذات، وإنما يذكران مع الحكم العقلي بحسب الانجرام. يعني والأصل مش مقصود هنا يشرح الحكم الشرعي، إنه ده في أصول الفقه، ولا يشرح الحكم العادي إنه مش مرتبط بمسائل علم الكلام، إنما يعني هذا بسبب الانجرار. يعني جات الذكرى أو جات السيرة فانجر إلى ذكر الأقسام الأخرى من باب إتمام الفائدة، وقد سبقت الإشارة إليهما. والمقصود بالذات الآن إنما هو الحكم العقلي واشتقاقه من عقال البعير بجامع الرد، وهو لغة المنع لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل. واصطلاحا قال شيخ الإسلام الرازي هو غريزة، هو بيتكلم هنا عن تعريف الايه؟ العقل. طبعا في كتاب الزركشي البرهان بيقول انه تعريف العقل دي وصلت الى 1000، وعسير جدا ان يعرف بليه بالحد. فيقول هو غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية
وكأنه نور يقذف في القلب ومحله القلب ونوره في الدماغ كما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله وجمهور المتكلمين. ولكن لا نستطيع أن نصل إلى نعرف أن العقل آلة يميز الإنسان ويفكر بها ويفهم، إنما لا نعرف ما هي حقيقة العقل ولا كيف يعقل، كيف يعني تتم عملية به. لا نستطيع أن نذهب إلى شيء. وهذا الحد الذي ذكره شيخ الإسلام هو على القول بعرضيته، يعني هل هو جوهر ولا هو عرض. طبعا شيخ الإسلام والمقصود بشيخ الإسلام هنا مين؟ ها؟ طبعا المشهور بشيخ الإسلام هو الشيخ زكريا، إنما هنا بقصد مين؟ الرازي، لأنه صرح لما قال شيخ الإسلام الرازي، يعني كأنه يريد أن يقول لك ليس العقل جوهر، يعني ليس قائما بنفسه يعني. وأما على القول بجوهريته فهو جوهر لطيف تدرك به الغايات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة. هذا تعريف العقل على أنه جوهر. فعلى أي حال هو جوهر، هو عرض، هو أمر غيبي زي الروح والنفس، أو هو لطيفة ربانية، أو هو سر، أو هو غريزة، الله أعلم. وأضاف الحكم هنا إلى العقل دون غيره من سائر الأحكام، مع أنها لا تدرك إلا بالعقل. طب هو الحكم الشرع أيضا والحكم العادي لا نعرفه أو لا نميز حكما عن حكم إلا بالعقل. فعرفنا أن هذا عادي، كل الأحكام عقلية كلها، ولكن الحكم العقلي ندركه أو نفهمه بالعقل وحده، مجرد العقل كاف في إدراكه، إما مع فكرة ويسمى نظري، أو دون فكرة ويسمى ضروري. أما الحكم الشرعي ندركه بالعقل ولكن مع مستند من الشرع، والحكم العادي ندركه بالعقل لكن مع مستند من العادة. فكل الأحكام لا تدرك، يعني لو ما فيش عقل لا نعرف لا شرعي ولا أي شيء، فالأحكام كلها لا تفهم إلا بالعقل. ولكن الحكم الشرعي يدرك بالعقل مع الشرع، والعادي بالعقل مع العادة، أما العقلي بمجرد العقل وحده خلاص. ولهذا سمي حكما عقليا، ولأن هذه العقائد جلها طريقها العقل. يعني معظم العقائد الأساسية التوحيدية الإيمانية طريقها العقل، وتنقسم إلى أربعة أقسام، ده مهمة جدا عشان تعرف علم الكلام كله من أوله إلى آخره. ينقسم إلى أربعة أقسام. قسم لا يصح إثباته إلا بدليل العقل، وهو كل ما تتوقف عليه الدلالة المعجزة، فهذا اسمه لا يستعمل فيه دليل النقل. يعني هذا القسم هو الأول فقط لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي. واضح ولا مش واضح؟ زي زي وجود الله تعالى. ما ينفعش لو سألتك ما هو الدليل على وجود الله فتقول مثلا الله، ما ينفعش تجيب دليل نقلي خلاص. ليه؟ لأن الدليل النقلي ده مترتب أو متوقف على وجود الله، لأن الدليل النقلي معناه أن الله تعالى بعث نبيا وأنزل عليه هذا الكتاب. طيب إثبات صحة الكتاب متوقف على إيه؟ على صدق النبي، وصدق النبي متوقف على وجود الإله، ووجود الإله متوقف على صدق النبي، وصدق النبي كده إيه؟ فيه دور باطل. فلأجل هذا قضية وجود الله ما ينفعش نستدل مع الملاحدة ومع الكفار بالأدلة
الأدلة النقلية باب وقدمه، كذلك القدم دليل عقلي وبقائه ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه والقدرة والإرادة والعلم والحياة، كل ده دليل إيه؟ عقلك. بالضبط كده. يعني حديك مثال تفهم به. واحد مثلا ادعى النبوة، أي نبي قال لك أنا نبي، ما هو الدليل على نبوتك؟ فيأتيك بكتاب يقول لك هذا الكتاب، تقول له لا، الكتاب ده متوقف على صدق النبوة، وصدق النبوة متوقف على إيه؟ على المعجزة، والمعجزة دليلها عقلي. إذا النبوة لا تثبت إلا بالدليل العقلي. واضح؟ وقسم اختلف فيه، يعني في قسم، كم قسم احنا قلنا؟ هما الأول لا يصح إثباته إلا بالدليل الإيه؟ العقل. طيب والثاني، بين الأقسام الثانية المفروض في رقم، نعم اسم هنا المفروض في رقم اثنين. طيب فين الموضوع؟ وقسم اختلف المفروض في رقم، وقسم اختلف في بذا رقم اثنين. خلاص كده. هل العقل أقوى أو النقل؟ يعني اللي هي صفة الوحدانية، هل هي دليلها عقلي ولا دليلها نقلي؟ طب وإذا كان دليل نقلي أو دليل عقلي، إيه هو الأقوى؟ طبعا صح أن الأقوى هو إيه؟ الدليل العقلي في الوحدانية. ليه؟ لأنه لو كان إلهان لأدى ذلك إلى التنازع، يعني يريد أحدهما إيجاد شيء ويريد الآخر عدم إيجاده. فالعقل يقول لك في ثلاث احتمالات، إما أن لا يوجد الشيء، أو أن يوجد الشيء ولا يوجد، يعني ينفذ مرادهما معا، وإما إيه ثاني؟ أن يوجده أحدهما، فالذي يوجده هو الإله فيبطل التعدد. يعني إذا لم يوجد الشيء يبقى أدى إلى عجزهما، وفي هذه الحالة لا يكون الاثنان إلهين. طب إن أوجده واحد ولم يوجد، إذن الذي أوجده هو الإله، ولا يصح أن يوجداه معا، لأن هذا معناه اجتماع مؤثرين أو إرادتين على أثر واحد. إذن دليل الوحدانية عقلي. يقول أحبنا نقسم الصفات، نقسمها إلى كم قسم؟ شوف كده، عندنا إيه؟ 9 صفات متوقفة على العقل. ناخد إيه؟ صفة الوجود، وناخد الصفات السلبية كام؟ 4. سيب الوحدانية دول، هناخد القدم والبقاء والقيام بالنفس 4 و1 الوجود كام؟ 5. وناخد من صفات المعاني 4، هناخد القدرة والإرادة والعلم والحياة 4 و5 9، 1 مختلف فيه بقى 10. هذه 10 دليلها عقلي. طب والدليل اللي دليلها نقلي 3، السمع والبصر والكلام، هذه لا يصح فيها إلا النقل، والدليل العقلي فيها دليل ضعيف. واضح كده؟ يبقى الوحدانية مختلف فيها، والأصح أن دليلها عقلي، ولكن النقل فيه أقوى. خلاص؟ وهو السمع والبصر والكلام، اللي هو إيه؟ اللي هو الدليل النقلي فيه أقوى، والدليل العقلي فيه ضعيف، اللي هو السمع والبصر والكلام. وقسم لا طريق له إلا النقل، اللي هي اللي بيسموها السمعيات. ولذلك قسموا علم التوحيد إلى 3 أقسام: إلهيات ونبوات وسمعيات. أحوال الأخرة، الحور، العين، الجنة، النار، كل ده لا مجال فيه للعقل. وحقيقة الحكم العقلي هو إثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضح. فإثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرر فصل يخرج به الحكم العادي، ولا وضع واضح فصل ثاني يخرج الحكم الشرعي. لطيفة. قيل العقل 1000 جزء. العقل ده لو إنك جزأته تجد مثلا 1000،
في جميع الخلق جزء واحد والباقي للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العارفين إن الله تبارك وتعالى كلف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما كلف به جميع الخلق فعرف ذلك. ولما كان الحكم لا بد لهم من الانقسام أشار إلى إيه؟ إلى تقسيمه. بس خلينا هنا. والله أعلم. اللهم صل على أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما كثرك ذاكره وغفل عن ذكر صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرهم وغفل عن صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك.